أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم الدعم يرفع تدريجا وخلسة وتهريبا عن السلع الاستهلاكية الأولية وغير الأولية وما بين بين، فترتفع قيمة وأسعار السلع والدواء والمأكل وحتى الماء، ولا يرف جفن لمعظم المسؤولين أو الأقطاب أو الزعماء. ومن هنا يخطر السؤال، إذا رفع الدعم عن السلع ترتفع قيمتها وأسعارها، فإذا رفع الدعم الشعبي والشعبوي عن هؤلاء المتربعين بالمسؤولية، هل ترتفع قيمتهم وأسعارهم أم تنخفض قيمتهم وتتهاوى؟ الجواب برسم الناس، خصوصا الذين محضوا هؤلاء ثقتهم ودماءهم وروحهم، نسبة إلى بالروح بالدم نفديك يا زعيم. الجواب برسم معظم الذين اقترعوا لهم، لا نقول انتخبوهم لأن الانتخاب ليس هكذا يورد، إنهم اقترعوا لهم. يتفاوض الكبار في المنطقة والخليج والعالم، فيما هنا الصغار وهم كبار بعيون مناصريهم ينتظرون المسار، مسار مفاوضات الكبار، إلا إذا كانوا أيضا ينتظرون الفتات. في أي حال، ورضي القتيل ولم يرضى القاتل، جمهوركم أو جماهيركم أحبتكم، فعلى القليل أحبوا مناصريكم وجمهوركم في هذه الأحوال المذرية. شركات الأسيرانس أيضا ركبت موجة الجلادين، عمليا لا حكومة جديدة في الأفق، والكل يتذرع بتعنت الكل، فيما الجميع لديه تفسيرات للدستور وللأعراف وأحيانا للعادات السيئة أيضا، والجميع يتقاضى في الاتهامات، يتبادلون تعطيل اللغات وبلهجات تخصهم وحدهم وتخص مصالحهم. إذ ذاك لماذا لا يقولون بصراحة تعالوا نغير النظام أو بالنظام؟ لا يقولونها حتى لا يتحملوا المسؤولية، بكل بساطة لا يقولونها، ربما لأنهم لن يكونوا موجودين في أي نظام جديد إذا كان مقبولا ومعقولا. معنا مباشرة الدكتور خضر الحلبي الناشط السياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. هلا فيكم، ومنشكر المنصة ومنشكر تلفزيون لبنان وإدارة تلفزيون لبنان اللي سمحت لكافة الأطياف بإبداء رأيهم بعفوقت في قمع لحريات الرأي والتعبير وإبداء الآراء، اللي فتحت هالمنصة من زمان لإبداء الرأي وتبادل الأفكار للوصول إلى حلول، يعني وعلى عسى أن نصل إلى حل. دكتور، يعني طبعا لبنان مكون من سلطة ومن ناس ومن رأي عام، من قادة رأي، من يعني من أساتذة ودكاترة بالعلم وبعلم السياسي وعلم الاقتصاد وعلم الصناعة والعلم الاختبار المختبرية، ولكن يعني بلبنان كل شيء مسيس. على كل حال أهلا وسهلا فيك. هلا بكم. يعني في مرات بدك تلاقي ثغرة معينة لتوصل لحلول تسقطها على كل الأمور. أنتوا عندكم مثلا حلول بالدواء، عندكم حلول بالصناعة، عندكم حلول حتى بالفكر اللي بيصنع يمكن يا ثورة يا نتائج للثورة. فينا نبلش بموضوع الدواء معك؟ أولا للأسف قد ما في نحن عنا مواضيع كثير، من البترول للنفط للمشاكل اللي عم نعانيها نحن يومية لارتفاع الأسعار، وبشكرك على المقدمة الحلوة اللي أعطت رسالة بحد ذاتها. يعني 80% من الشعب بيعانوا من اللي أنا فعلا أحكي. وأنا رح أحكي من ألم. نعم. وبدي أحكي، تعودت على المنصة أحكي حق. إيه بس بدنا نقول للمشاهدين أنه إذا عم بيشوفوا المطاعم والملاهي بسبت وأحد معباية، يعني مشان الشعب نعتقد مرتاح. أنه في 10% من حواشي المسؤولين و10% من المالي اللي بيملكون الدولار الفريش، صحيح، المغترب 80% بيجي مغترب. نعم. لهون يعني 80% عم بيعانوا من اللي عم نحكي. صحيح 100%، مش يعني بتعكس صورة المجتمع اللبناني. نعم. ككل، لأنه إن شاء الله يصير كله هيك. يا ريت يرجع، بدك مسؤول يقوم. نعم. مسؤول يقوم بهالقضية. نعم. ليقدر يحمي هيدا الشعب وما ينتهك حقوقه كل. نعم. يوم يلي عم نموت من الجوع، عم نشوف مرضى عم بتموع، أطفال عم بتموع تعبية بالمستشفيات. يعني مثل ما بنعرف نحن أنه آلة السياسة هي ساعة الصدر، والإنسان لازم يكون متسع صدره، بخاصة بأحيان بلاقي في واجب علي وطني أنه عنده حل أو عنده فكرة بيطرحها ليوصل لحل لإنقاذ المجتمع اللي هو منه.
بس عيب عليهم 40 سنة حملهم الشعب وهللهم وبعده بحبهم، بس هني ما عم بيحبوا الشعب. هني مش قصة بحبوا الشعب، هني مش شايفين الشعب. وحاليا كيف مش شايفينه؟ اقترعوا لهم 50% اقترع لهم 50% مشكلة المقترع، مش مشكلة السياسة. بس كسياسيين هودي بالنسبة أنا اللي بشوفه أنهم يمكن إذا بيعملوا إدارة بيت نوعا ما يمكن بينجحوا فيه، يمكن لأنه عم صغر، بس إدارة وطن صعبة. لأنه هو الوطن قدشه 10452 كيلومتر 10452 كيلومتر بس للأسف بره. بس للأسف مش قادرين هالوطن الوطن الكبير الصغير اللي ورد كل المبدعين للخارج بالضبط. نعم. هجر الأدمغة وما قدر استفاد من الأدمغة، ويلي بلشت من وقت لنفترض أنه مع أنه علما بعض الوزراء اشتغلوا بالنسبة لوضع كورونا. نعم. الوزير الصحة. نعم. اشتغل قدر الإمكانية طبعا، وجه تحية. بس الأغلب أنه ما بيشتغلوا صح للمواطنين، خاصة بموضوع الأدوية. المتطلع أنه يا هل هو احتكار؟ شو اللي عم بصير؟ اللي عم بيصير أنه في عندك احتكار أدوية، تجار أدوية ناطرين ليغلى السعر لينزلوا الدواء بسعر غالي للناس تروح بدنا هالأدوية، يا أما منموت يا أما بتشتري دواء. ما في حال تاني لأنه نحن نستورد الأدوية، علما في مصانع للأدوية بلبنان بس غير مدعوم إليه، لأنه في تجارة بالداخل ما أنه موضوع بيطلعوا فيك كصحة. وحكيناها نحن ب 25 شباط 2020 لما بلشت حالة كورونا، وحطينا نحن خطة دفاعية كمدرسة الوعي من هيدي المنصة اللي حكينا عنها بكيفية بالعلوم والتكاتف الأدمغة والأفكار اللي نصب هالأفكار كلها على طاولة وحدة لنخدم مجتمعنا، وبتنطلق الحل من عنا من لبنان. واللي راحت واجتمعنا بمعالي وزير الصحة وحكينا الفكرة وطلبنا أنه يريت بتنفتح المختبرات وغيره لنطلع فيها كفكرة لبنانية. في مختبرات، في مصانع، وفي بس قبلها، وفي من 2006 لهلأ يعني من 15 سنة في مشروع قانون بمجلس النواب أو اقتراح أو ما بعرف، هو بيقول أنه الاحتكارات خصوصا بموضوع الدواء وبغير شيء تكون مش موجودة. طيب شو عم يعملوا 15 سنة قانونا مش عم يعملوا شيء عندك. طيب إذا ما بدهم يعملوا قانونا ليه ما بيفتحوا المختبرات والمصانع الأدوية؟ حضرتك لازم تخبرنا. لأنه برا، لأنه في عندك مصانع عم تشتغل، عم بيطلعوا بيدروا فيها مصاري كتير لجيبتهم، بيطلعوا فيها من ناحية الإنتاج المالي مش ناحية النهوض الاقتصادي. يعني أنا بتطلع كتاجر أدوية، بحط عندي وكالات معينة بجيبها، منو حدا يفوت علي، أنا بجيب هالأدوية وبوزعها. أخي يجيبوا بس يمشوا المصانع، بس بدون يغلوا لك سعره بالنسبة للأدوية حاليا بالوقت الراهن. هلأ طبعا في أزمة. قبل في 15 سنة أنه فيك تعمل مثلا المصنع تمشي وخلي يستورد قد ما بده، وخلي يستورد هون في الصناعات اللبنانية. نعم. ما عملوها لأنه بدها تنزل السعر، بده يكون أقل من السعر المستورد، فهني لا أربح لهم يجيبوا من المستورد ويكونوا محتكرين هيدا النوع من الأدوية ليضلوا محافظين على أرباحهم الهائلة اللي عم تجيهم. وهلق مثل ما عم بينحكى، عم نشوف معالي الوزير عم بيروح على مستودعات عم بلاقي أدوية موجودة. ما اختلفنا، هول المستودعات يمكن تقضي شهرين ثلاثة مثلا، وبعدين شو بده يصير؟ بك تجيب دواء من برا ترجع تبيعني على سعر مش 1005، على سعر السوق اللي هو 15000 صار حاليا، وهي دجاجة غالية اللي هي عمليا كلها سوا زي ما نحطها أز باكج بشكل عام بالقانون. هيدي إبادة جماعية منظمة للإبادة العالم. يعني إذا أنا ما بلاقي دواء بدي موت، إذا ما لقيت دواء كوليسترول اللي مقطوع أو دواء السيلان حاليا كتير ما بلاقوه بالصيدليات، أو الإنسولين أو أي دواء تاني قد ما بدك فيه. يعني 50% من الأدوية مقطوعة. هيدي طيب المريض اللي عم بياخد هيدي الأدوية شو صار فيه؟ طيب هن عشو متكلين إن كانوا مسؤولين أخصائيين أو مسؤولين سياسيين؟ عشو متكلين انه الشعب بضاين؟ يعني الشعب اللي حملوا 40 سنه انه بضاين 6 اشهر ليكونوا عملوا حكومه؟ لشو؟ عشو مراهنين؟ يعني انا بقول لك الشعب اللبناني في عنا نوعين، في نوع متروي جدا وبقول لك نحن اصدقاء الموت عند الكرامه. نعم. وفي ناس بقول لك انا لا خليني امشي مع هالحيط يا رب الستره، مثل ما بيقولوا مهم لاقي دواياتي لاقي خبز. هلا توازنوا، قبل كانوا اكثر صاروا بالضبط. هلا الشعب اللبناني كله يلي بقول لك انا مع الموت عند كرامتي صار عم يدعم او عم بيكون الدافع لهالانسان اللي قاعد ببيته يلي ما راح يلاقي دواء نهائيا ولا راح يلاقي ربطه الخبز. اليوم ارتفع سعره على فكره ربطه الخبز، وبعده معاشك على 1005 اللي قدر عم تاخد انت هالمعاش مش عم بكفيك يمكن خبز، كيف بدي اجيب دواء؟ هذا اللي عنده معاش، هل عنده معاش؟ في ناس ما عندهم معاش وما بيقدروا يأمنوا خبز لأولادهم، ويلي ارتفعت نسبة البطالة أكتر وأكتر. نعم. من فترة لهلا يلي الضمان الاجتماعي بيقولوا انه في 70000
هلا يعني مصروفين هيك قال ضمان اجتماعي. وبعد في وبعد الخير لقدام مثل ما بيقولوا. نحن علينا شو؟ علينا نحن كواجب وطني عندنا حلول نقدر نطرحها كحلول، بتكون نداء لهالفعاليات، لهالاشخاص اللي عندها روح الانسانيه اللي بتعرف تشتغل للوطن وبدها تبني وطن، بنقل حلول مثل ما حطينا حل لكورونا وصار للاسف بعد 10 اشهر بجامعات رح نحكي عنه بجامعه تل ابيب. بجامعه تل ابيب صار طيب ما حكيناها على هيدي المنصه، ولو انت ما فيك تجمع الادمغه اللبنانيه بغض النظر عن اختصاص، نحن عم نحكي بتجربه حاليه وما فيك تدعم. عم نحكي عن الموضوع، احكينا خلينا نبلش بالدواء. الموضوع الادويه هي طب نحن بنوصل لعند على الصيدليه ما في دواء، شو بتعمل؟ لا عندك بديل لبناني، لا عندك ادويه تانية بالمقابل، طيب شو الحل؟ حتى بديل هندي بطلوا يجيبوا. ما هل بدي خلوه هل بدي اوصل لك ما هل بدي اوصل لك له. بكل دول العالم في شيء نحن بنعرفه ونادت عليه منظمة الصحة العالمية بال2002 بمؤتمر بكين. حكت نادت وزراء الصحة العالم بأن يتوجهوا إلى ما هو الطب الصيني والطب الهندي والطب الهي، لأن الناس عم تروح تتوجه من الكيميكلز لأنه في إلها سايد إفكت كتير أو تأثير جانبي كتير، تتوجه لعند هيدي العلوم العشبي. وفعلا هيدي العلوم من هولاستيك ميديسن وغيره مثل الايروفيديكس ومثل اي علوم كتير، الفيتامين ثيرابي كمان صار في كورسات تتاخد عم تتعلم بجامعات بفرنسا وامريكا وغيره. طيب وعندنا اخصائيين بلبنان هون بغض النظر عم نحكي هيدا بارت والبارت الثاني هلا خلينا نحكي على الدواء كمستحضر ما هو نيجي نحن اذا بنجمع هيدي العلوم اللي موجوده اللي بنقدر نعطي هيدا المريض دواكم بدك تحتكروه احتكروه، بس نحن عنا حلول تانية. العلوم الطبية طلعت من عنا، فينا نحن نعتمد على الأعشاب الطبية الموجودة عندك بلبنان بيخلوها لبرة تيصنعوها دواء. إذن مثل الأرض والحرقة والنعنع البري والطيور وشو بدي خبر أعشاب كتير موجودة وبعدها تستعمل لها. إذا في بعض العلوم أشخاص متخصصين بهيدي العلوم فينا نجمعها، واللي بلشنا على جمعة لنطرح لوزير الصحة هيدي الخطة أو هيدي الخطة البديلة اللي نقدر نساعد فيها المواطن، كونه هالمحتكر ما فيك تيجي تحاربه وتروح تجيب وكالة لأنه دولاراتك محجوزة بالمحجوزة للأسف، لأنه ممنوع أنت تشتغل حتى القانون صار له 15 سنة ما فيك طبعا احتكار ككل احتكار. مش ماشي يعني ما فيك تيجي تفوت أنت بصراع حيتان المال مثل ما بقوله ومع هودي التجار بدك تشوفوا الأشياء البديلة دولة اللي التجار العميقة صح، واللي عم يسمع هلق منهم بيقول لك أنه مزبوط فكرة صحيحة بس ما رح نخليها تصير لانه تنضلنا محتكرين الادوية مزبوط. خلي الناس تموت بس رح قل لهم شغلة لانه الانسان عند كرامته ما بتفرق معه، انا في شغلة يا بدي موت يا بدي عيش موت بكرامتي ما عم يقدر ولا عيش مزبوط رح تصير لانه هودي الناس اللي اجوا بالنهاية ليك مننطرهم ليعملوا اهرامات ويصيروا مثل الفراعنة ياخدوا اموالهم على يحطوا هرم هيدا مال الاكس ومال واي للأسف. كيف بدنا نعمل هيدا الحل؟ انه بنقدر نحن نجتمع من هيدي العلوم كلها ونصب لعلاج بعض الحالات اللي هي مستعصية يلي بحاجة الى المريض مثل ضغط دواء ضغط الدم مثل الكوليسترول مثل السيلان، بنعمل دراسي لهيدي شو الاشياء البديلة اللي موجودة عندنا نشتغل عليها بإشراف صيادلي. الصيدلي معروف يعني بيدرس فارماكولوجي وبيدرس بيدرس كيميكال يعني كيفية تركيب الأدوية وكيف بيشتغل الدواء. يعني هيدا الصيدلي مش بس ليبيع دواء ليركب دواء. إذا نحن إذا منأمن المواد الأولية لهالصيدلي الطبيبة بيعطيه التركيبة أو شو لازم يتركب من هيدا الدواء وتتركب عنده مثل أيام زمان جدودنا كانوا خبرونا حتى ما اللي شاف تبع جلال الدين كان يعمل 100% فيهم يعملوا هيدا الخطة ليقدروا ينقذوا هيدا الناس وما يكونوا مشاركين بالإبادة الجماعية. لأنه نحن بدنا نحكي شغلة صح، نحن نثق بالقضاء اللبناني مع أنه وجود قضاء اللبناني في أشخاص كتير نزيهين بالقضاء طبعاً. وبيشتغلوا تحت قوس العدل أساس الملك كمان في روتين بس كمان بالمقابل في أشخاص جايين بيحموا السياسات الفاشلة اللي معروفة عندنا للأسف من 40 سنة مثل ما تفضلت وحكيت. عملياً نحن بدنا نتوجه لشيء لكلمة حق نقولها، هالقضاة النزيهين عليهم يقفوا بجنب الناس اللي عم تشتغل وطنياً ويدعموهم ويقوموا بقرارات مثل ما شفنا مؤخرا من كذا قاضي أخذوا بكل جرأة القرارات ومشوا فيها بياخذوا قرارات لإنقاذ الشعب وإلا هن بيكونوا متهمين بمساهمة بالإبادة الجماعية وبالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعب بأكمله أو شعوب بأكمله. طيب شفتوا معالي الوزير حمد حسن
التقينا فيه كان في عنا مشروع طرحناه لموضوع كورونا، والتقينا وعملنا برزنتيشن بوزارة الصحة، واستغل من ناحية معينة حوط الإيجو كانت تشتغل عند بعض الناس، موقفنا عنا اشتغلنا، رحنا لتوجهنا للموضوع العملي أكتر، وتواصلت مع الناس اللي كان هدفهم يعملوا هيدي الطريقة لينقذوا الناس، وفعلا ما زال قيد التطبيق، واليوم وصلني إيميل لحيتية نهائيا كيف بده يكون تطوير هيدا الديفايس، وحكينا معه. بالعكس كان متقبل الفكرة العلمية بكتير، وحطوها على ويب سايت الوزارة متقبلين، وإنسان منفتح، بس نعرف أنه مش بإيده يفتح لنا المختبرات، بس كان بواجب أنه يكون يرشدنا أو يدلنا، تعوا يا جماعة روحوا هذا المختبر اشتغلوا، مش الجامعة اللبنانية الفنار لا. عندك مختبرات تقدر تستعملها أنت لتقدر تأكد هذه الطريقة لتكون إمرجنسي ثيرابي مثل ما بيعملوا الفاكسين هو إمرجنسي. يعني في عندكم ثلاث وزراء على القليل اللي ممكن يتجاوب معكم، وزير الصحة، وزير الشؤون، وزير الصناعة. عمليا فيك تعمل البرودكت انت هيدا بلبنان، وما عم نقول لهم اعطونا مصاري لنعمله. هذا خلينا يفهمها المشاهد، ما عم تطلبوا مصاري، ما عم نقول له تعطيني مصاري لاعمل هيدا المنتج. نحن ما عم نفكر بالموضوع المالي، عم نفكر بالموضوع العملي لانقاذ المجتمع بس لاكثر. انه اعطينا هي شركه اروان وما عم بيعرقلوا لها حتى ما تعمل سبوتنيك وما تعمل سبوتنيك وما بيجيبوا الفاكسين الصيني اللي هو اولد ميديسين، يعني هو عباره عن فيروس منه اكتف، اللي هي الطريقه القديمه التقليدي. انا عملته الفاكسين الصيني. طيب انه ليه عم تصير نحن صراع الاقاليم والدول عم تصب علينا نحن لنكون ضحايا ما حدا عم يسال عنا؟ لا، نحن منا ناس تندعس. طيب موضوع الادويه جدي ومشيتوا فيه، يعني قاطعين شيء خطوه على بالنسبه الالف ميل على الحكينات؟ نعم. طبعا نحن اجتمعنا وحكينا من كافه الاختصاصات حول الموضوع. بلشتوا تصنعوا ولا بعد؟ ما بدها شيء الصناعة، لأنه أنت إذا عندك الفكرة وعندك الهيدا بصيدلية، الصيدلي في يركبها. ما هي ما هو أخذها أوريدي، ما درسها بالفارماكولوجي والما يتفرع عنها، يعني في علم تركيب. طب هلا إذا حدا مثلا، نعطي تيمونياج، إذا حدا عنده ضغط وعنده دواء ضغط، هل دواء مش موجود أو ما بعرف أداه حق وشيء ما بعرف أداه، في عم بيكون له بديل؟ يعني اذا عرفت شو هو الدواء، في طبعا انت لما تكون عندك دراسه شامله عن كيفيه العلوم الطبيه الشامله بالعالم، فيك انت توصل للبديل عنه. اذا انت هيدا الدواء مركب، لنفترض فالزرتان او ميتفورمين او اي تركيبه ثانيه، تعرف انت انه هيدا تشتغل مثل هاي، يعني فينا نعطيه ان كانت منه علاج 100%، بس بتقدر انت تخفف من وطئه التأثير الجانبي للمرض. يعني بدل ما عم تقول له للمريض يا اما بتاخذ الدواء المستورد يلي محتكر موجود بالاسواق بالمستودعات وتفر وين ما كان عشان القضاء بيعرف، او عندك شوف وين بدك تندفن، واحدة من اثنين ما عندك حل تاني. لا، نحن عم نقول له في عندك الحل، عندك هيدي الطريقه فيك تتبعها لنشوف كيف بنحلها سياسيا، وهالمسؤولين بين هلالين ما يسمى المسؤولين يطلعوا بالشعب ويشتغلوا على هالاساس. طيب نحن مش عم نروج لشيء، برأيك إذا كمان بالتوازي مع خطتكم، إذا حدا جاب أدوية مثلها من الهند، لأنه نحن مثلا كنا نعرف هيك بنعرف شعبويا أنه في مرات بتاخد أنتيبيوتيك من الهند حقه ربع ما أنتيبيوتيك التاني. طيب في عندها الدولة فكرة أنه تجيب من، لأنه بخلك ما بتعطيهم أرباح طائلة، فيهم يعملوا شغلة، شركات تستورد المواد الأولية من الهند وتصنعوا بلبنان، شو بدها؟ ما كلها بودرة بتجي تتركب. نحن بتعرف نحن عنا كمان مصانع من أرقى المصانع، نحن عنا وعم يستخدموها مصانع وعم يستخدموها برا بالمنظمة الصحة. يعني خلينا نطلع شوي من التجارة، نطلع من موضوع التجارة، نطلع بشعب. ما في شيء، ما في شيء، بس إنه على القليل يكون في ضمير، يربح ويربح، يكون في ضمير، صح الضمير. طب بالنسبة لموضوع الكورونا، ما نرجع نعيد، بتل أبيب عملوا، من عم بيقولوا مش عم نعمل لهم دعاية صحيح، بس عم بيقولوا إنه عملوا دواء للكورونا بخمسة أيام بتكون. بس كمان كان في عندهم شيء بتعلق بالفاكسان وطريقة العلاج، حضرتك حكيتها قبل ما هني يعملوا. صح، حكيت عن هينا المنبر. نعم، حكينا ب 25 شباط بمسجل التواريخ 2020، نعم، واللي طلعت بتل أبيب، أعلنت بجامعة تل أبيب بناء على ونشرت على الإعلام ب 26 كانون الأول 2020، أعطيك التاريخ. يعني فرق 9 أشهر. 10 أشهر، يعني 10 أشهر بيكون انعمل الاختبار ومشي وهيدا. هلق مش الهدف انه النفس، مع انه انا انسان بتطلع انه دولة عدوة اخذت فكرة، مثل ما احتلت اراضي عندي احتلت فكرة لبنانية. نعم،
انا بتطلع فيها، بس انا مستمر ماشي ما عيني لي يعملوا اللي بدهم اياه. بس اللي صاحب الفكره عاده بيكون عنده الافكار التطوير طبعا اكثر، الاصلي بيبقى عنده بيكون عارف شو عم بيشتغل اكثر. يعني حاليا نحن قادرين نشتغل على عده نقاط، وطبعا يمكن في كونفيدنشال شوي لانه اللي عم يتصنع حاليا شوي متطور اكثر شوي. ما بيحق لي المجلس بالامانات، يعني ما بيحق لي احكي عن تفاصيل، ولكن فينا نحكي بهذا الموضوع انه الطرح اللي انطرح هون واللي انطرح من بدايه انتشار كورونا، واللي بعض الاشخاص يلي حاول يحطوا عصب الدوليه بيقولوا لا طريقه مش ناجحه وما بتنجح وطلعت ونزلت without articles، من دون اي articles موجودين، اكتشفنا بعد 10 أشهر لا هيدي الطريقه اللي عم تنحكى صارت عند دوله عدوه. لان طبعا الاعلام العالمي كله مراقب وفي وبياخذوا كل هالمعلومات، لاقوا في فكره ناجحه بمكان ما اخذتها هي. خلينا نرجع نعيدها للفكره من عيدها، ليش ما بدك تحكي عنها بتفاصيلها؟ نحن حكينا على موضوع انه الفيروس هو عباره عن بارتيكل صغير، وهذا البارتيكل كل شيء بالكون نحن فينا نوصل له الريزونانس، يعني هالكبايه اذا موصل للريزونانس الى فريكوانسي ايكوال او تساوي لهي الفريكوانسي بتتفجر. نعتبر نحن هذا الفيروس هو الكبايه، واذا توصلنا نحن عبر دراسات معموله وارتيكلز موجوده باهم الجامعات، فينا نحط نعمل عنا ديبيت ونحكي عنها ونبينها، موجوده انه قدرنا نوصل ل فريكوانسي معينه تقدر تفجر هيدي بما فيها هي موجات اليو في. اوكي، موجات اليو في هي اقل من جزء من الثانيه تقتل الفيروس. اوكي، نحن عندنا الامكانيه الكامله وعندنا التقنيه اللي قادرين نصنع هيدي ديفايسز وهيدي التكنولوجيا لنقدر نفجر هيدا الفيروس، واعطينا الطريقه، طريقه علميه يعني موجوده، اليو في موجود، ما انت بتحط في موجات اليو في لموجه معينه هي ايكوال لهي الفريكوانسي فجر من الفيروس، ومنا يعني عندها سايد ما في لها سايد افكت الا اذا كانت موجه اليو في سي، والموجه هي بتعمل كانسر بالجلد بحالات معينه، بس اذا بتنعطى بطريقه طبيه مدروسه، يعني عندك حل من اثنين، يا بده يصير في عندك نزلات صدريه وبده يموت المريض بالمستشفى من وراء كورونا، او بده يصير عنده عوارض معينه من اليو في بيتعالج منها، بس بتكون قضيت انت على فيروس كورونا. اي حل بتاخده؟ انا طبعا بدي اخذ الحل الاسهل. إذا عندنا هالتقنيات اللي فينا نستعملها، بنفس الوقت فيك تستعمل هالتقنية بالأماكن الواسعة، لأنه طلع حدا بالجو طلع حدا لبناني بأمريكا عملها على نفس المبدأ، عمل شيء شفطات بتاخذ الهواء، طبعا في الترا فايولت جوا موجودة بتتعقم بيطلع بيموت الفيروس، وشيء طبيعي وبرافو عليه اشتغل على الموضوع، ومنيحة إنه اعترفوا إنه لبناني. هاي أهم شيء. هلأ هيدا الفيروس نحن قادرين نقضى عليه بطريقة معينة أو بفريكوانسز معينين، بطريقة ما فينا نعطيها أز إلكتروماغنتيك فيلد نقدر نفجر هيدا الفيروس. فنحن حكينا بهيدا المبدأ وعطينا طبعا بعض التفاصيل، كان في دكتور معنا موجود عم نحكي بالموضوع التقني النفسي وكيف بتسيطر انت على هيدا الحالة، وحكينا بهالأمور بشكل عام تلقفوها يعني بعد 10 أشهر شفناها بتل أبيب عم يشتغل، شفنا نفس الفكرة بتل أبيب. أوكي مش غلط، هو هذه حرب علوم فلتكن، قادرين نوصل للأبعد شوي. دكتور خضر الحلبي، اليوم بموضوع الدواء ككل، يعني هلأ بلش يحس الواحد بالسخن مزبوط، يعني أوكي البانادول ماشي الحال، بس الأدوية طبعا الأنسولين وأدوية الضغط يعني خبراء وعلماء بالشيمي وبالأدوية وبالطب، وين عم تلتقوا؟ كيف عم تعملوا؟ شو يعني المشاهد بده يعرف انه انتم ماشيين، يعني في فعاليه للحركه، في فعاليه وكثير كبيره وتقبلوها كثير اختصاصيين وعارفين انه هاي الطريقه هي الناجحه، بس بنفتقر لشيء ونتمنى من الشعب انه يقف حدنا بالمرحله. بس هون معلش خليني استطرادا، يعني شيء مضحك مبكي، 6 و6 مكرر انتم؟ يعني من جميع المكونات اللبنانية معلقة. أنا بدي أسأل، أنا إنسان لحالي. أول شيء لا طائفي وما بحياتي فكرت بطائفية ولا بتعني لي، لأنه دغري أوام يعني هون بلبنان بعدها دغري بيسألوا مين، بيسألوا كيف وليش ومين. أنا لكون مرتاح ضميري معك ومع المشاهدين ومع الكل، أنا هاي الخطوة اللي بتنعمل ما بدي فيها أي مسؤولية، أنا مستعد أعطي كل طاقتي الفكرية والخطط الاستراتيجية ويطلع حدا على اللي بده إياه يحكيها ويتبناها هو بس يعملها، لانه لازم تنعمل هيدي انقاذا للناس، وهيدا عم بحكيها ومسؤول عن كلمتي.
الناس اللي موجودين معنا من كل الطوائف خلص بكف، ويلي كنا على الشارع الناضل مع الأسف عم نقول بكف إنه يعني حتى ما حدا يقول في لا 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 بالعكس ما في أي حدا. نحن ما عندنا طائفية نجتمع طالب أنتم ما عندكم لا اللي كنا مين اللي معنا اللي هن الناس اللي عم تنزل الطالب ما هل عم نحكي يعني وفعليا اللي كنا على الأرض الثورة عملت شيء كتير منيح إنه غيرت استراتيجية معينة وبنفس الوقت تعرفنا على طاقات ما كنا نعرفها لافتقار يمكن كانت ممكن تكون مفتعلة أو مقصودة ممكن لا ولكن تعرفنا على طاقات قدرنا بهيدي الطاقات نقدر نعمل شيء حلول معينة نقدر نخدم فيها لبنان قبل ما نقول لهم أوروفوار باي باي ويبقى لبنان لهالمسؤولين مخيم عليها قطان عنكبوت. طيب عم تروحوا عند مثلا في مصانع مثلا كان بمنطقة جدرة أو بزوق مكيل أو ما بعرف أي مطرح بتروحوا انتم مثلا تطرحوا ولا بتشتغلوا معهم ولا بيقبلوا بيتقبلوكم؟ هيدا تقنيا عم نحكي. انا بدك من تجربه خاصه. التقيت انا مع احدى اصحاب الشركات كان بمشروع عم نشتغل عليه لجهاز تخفيض سكر الدم وطبعا عملنا تجارب عليه واشتغلنا عليه ليكون انتاج لبناني. هلأ التقينا فيهم طبعا بيفكروا من ناحية بعض هالشركات طبعا كيف وين مصلحتهم مش وين مصلحة المجتمع وفي وين المردود المالي. كانت تجربتي تقريبا فينا نقول بلبنان فاشلي بلبنان. ليش بلبنان فاشلي؟ لأنه بيطلعوا على شيء هلأ سريع. موجود وخوض سريع. بالضبط يعني هسه بقول لك أنا في فاكسان بدي جيب لك يا على لبنان لهون بتطلع أوكي بتعمل لي ربح بشيبه بس تعقل لك انه في عندي فكره بدي اطبقها وبناء على تخلي صارت تروح 10 يمكن 10 سنين يمكن تبلش وهي بتاخذش فتره صغيره يعني كل الفاكسين اللي عملوه هن بشهر عملوه امرجنسي فاكسينيت فاكسين يعني ما انه ابروفل ما نقول ايه مازال في الماتيار والكذا موجود عندك الارتيكلز وموجود عندك الفكر وموجود عندك التقنيين بسهوله بتعملها بس عمليا بدونش يحطوا لك قصي بدواليب انت لاي زعيم تابع وانت لمين وهيدي لا بدنا نشوف مين الحصه الفلانيه ومين بده هيدي الحصه. هيدا الشيء بدنا نطلع عنه الايجو والمخاوده ما يخلونا نقول شغله انه للاسف كنا نسكت 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 وبس بعدين انا يعني معناتها انه الوضع صعب كتير لانه الايجو الموجود بالسدد يعني عند المسؤولين الكبار هو ذاته موجودين عند الدوله العميقه طبعا طبعا الايجو يعني في لينك بيناتهم يعني بس في خطا وين بتجي نحن ما نقول بيحكي الواحد حقيقه عادة المسؤول أو المسؤول الكبير بيكون حده طاقم فريق عمل عم بيشتغل هالفريق العمل بيكون عنده إيجو بمكان ما بيتعذر على هالمسؤول اللي بيكون اللي بده يساعد بغض النظر أنا ما عم بوجه لحد لا بشكل عام بيعطيه المعلومات بطريقة بتوصله بطريقة خاطئة ما بيقدر يشتغل عليها ما بيعرف كيف يشتغلها لأنه الفريق العمل حواليه غير كفؤ يعني لما يقول لك انه نحن كلنا بالفساد كلهم يعني كلهم بالفساد طيب لما يكون بالفساد لان قانونا ما فيك تقول كلهم يعني بتشيلهم كلهم سوا لا في عندك ناس ما في فساد وفي ناس ساكتين على الفساد وفي ناس ما بيعرفوا فوتوها بالفساد يعني في حالات معينه بس نحن ما من نحن بدنا نشوف النتيجه وصلنا له كلهم لانه كلكم تفضلوا برهنوا انكم انتم ما حدا منكم فاسد وانتم مع الشعب وانتم ما انكم متهمين بجرائم ضد الانسانيه تثبت براءتكم بالضبط انكم متهمون بجرائم ضد الانسانيه واولا هي انتهاك الدستور وعدم تطبيق القانون والدستور للدستور اللبناني هو الشرع الاعلى بكل دوله موجود الدستور وهو ملتزم بالمواثيق الدوليه لحقوق الانسان اذا انتم ما عم تلتزموا بالمواثيق والمعاهدات كيف بتلتزموا بالبند الانساني دكتور خضر الحلبي بدنا ناخذ فاصل ونكمل من حيث انتهيت بهالموضوع مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام دكتور خضر الحلبي منرحب فيك مرة تانية أهلا بيك نحن مش عم نحكي عن الطوباوية بكل بلاد العالم في فساد يعني في مطرح في 10% مطرح في 20% مطرح 25% إذا زعمنا أن بلبنان في 90% فساد طب يا خي هذه الدولة العميقة إن كانت سياسية أو تجارية أو شيء بتتوخى مصالحها الخاصة وهذا طب بس ليه ما عم بتراعي مصالح الفرد العادي الدستور بيقول لك محليا وعالميا أول شيء بدك إنه صحة الناس لأنه كيف بلد
يعني مريض بيقدر يعمل تطور او مجتمع. طيب طلعوا مصاري بس الناس شو وين؟ يعني حتى الاسيرونسات اللي طلعت على 40 سنه اموال طائله ما عم تقدر تتحمل الناس سنه. مزبوط. يعني لانه بيقول لك المسؤول اصبروا شوي يا اخي راح نصبر، بس سنه مع الاسيرونسات ما فيها تنطر. الجهاز الطبي او الصحي ما بينطر سنه. فعلا هاي مصيبه عنا اللي هي الحق في الصحه. الحق بالصحه مكرس من الحقوق الاساسيه للانسان اللي مفروض الدوله تراعيها والدوله تهتم فيها. عم نحكي بغض شركات الانشورنس لانه كمان طبعا الصحه كل شيء بطال، البيئه، الدواء، كل شيء انت تضلك بصحه. نعم. يعني اقل مقومات حياتك. نعم. تعيش بكرامه. نحن بال 2021 نعم يعني عم بيموتوا من الادويه، من التلوث، من النفايات. نعم. للاسف ما في حلول. هلا عمليا هن اذا بتيجي من قيسها نحن بهالموضوع، انا بسال سؤال عاده على طول بوجهه نسأله مؤخرا وجهناه للأمين العام للأمم المتحدة، إنه هالانتهاكات اللي عم بتصير وأنتم ساكتين، مش نحن ما عم نستجدي نحن بدول برا تساعدنا، بس نحن عم نسأل سؤال كمان لإلهم، إنه أنتم اللي عملتوا المواثيق ومضيتوا وتعهدتوا كلكم إنكم تحموا الناس وشعوب العالم تحموها كشعوب عالم، تحموها من بأقل حقوق اللي هي البديهية اللي موجودة، عم بتشوفوا شعب عم بينزل كل يوم عم تنتهك كرامته، ما عم بيلاقي اكل، عم بيموت من الجوع او بيموت من على باب المستشفيات اطفال نساء شيوخ. وين هالمنظمات اللي انتم عم تقولوا يا اما انتم مش سألانين وداخلين بالفساد، يا اما تفضلوا خذوا اجراءاتكم وحافظوا على المواثيق اللي عملتوها. هاي المواثيق مش بطيبكم، شعوب العالم اقرت هالمواثيق. ولبنان هو اول واحد، ولبنان كان من الفاعلين. نعم. وكان من المؤسسين المحكمه الجنائيه الدوليه لبنان. هودي كلهم ما شايفينهم تركين شعب عم بيموت من الجوع ومن الماء، عم بيموت كل يوم، عم بينزل على محطات البنزين وما حدا سألان، وانتو المسؤولين لانه الامور البترول امور على شيء عالمي منه شيء محلي. يعني يبدو الخارج عينه على البترول. طبيعي. والمسؤولين عينهم على انه كيف يتكمشوا بمناصبهم. طبيعي، بس اذا ما زال عينكم على البترول وعينكم بدك تزلون فشر حدا يزلنا. نحن شعب حي. طب يا عمي نحن مش عم نقول خلي عينهم هدوك برا على البترول وهودي عينهم على المناصب، بس ليش عم بيزلوا الناس؟ ما هي هل هي هذه المقوله اللي بتقول جوع شعبك بيلحقك ولا كيف؟ هيدي مثل الدجاج ستالين. يعني عم بيعملوا ذات الاسلوب اللي هو مثال كثير مؤذي. يعني بعدني قلت لك نحن اصدقاء الموت عند الكرامه، يعني لما نحن ما يفكروا كل الناس بتنساق بذات العصايه. ايه بس كل الناس ساكتين. لا لانه في ناس ما راح تسبق. نحن يمكن من الاشخاص المجموعه كبيره ما عم نطلع على الهواء، ما عم نبين، بس عم نشتغل. نحن عم نشتغل على صعيد الاقتراضي. بس دكتور الحلبي اليوم اذا لقيت الشعب مش كله عم ينزل، لانه اول شيء في انه الشعب ما بده حرب والشعب بحب الحياه، وزعم الطوائف مسيطرين على 50% من الناس، ليش ما منلاقي انه الناس اللي بتحب يعني الحريه والتغيير ليه ما بيدعوا لعصيان مدني مثلا؟ لك دعوه العصيان، لانه بدل ما كل الناس تنزل على الشارع ومش عم تنزل تقعد كلها ببيوتها. بعد شوي في عصيان مدني من حيث لا يدعو، بدون ما يدعو. لانه معاشك هلا انت بتتقضى على تجي على اول شيء لا فيك تعبي بنزين بعد التصريح الشهير انه بتصير 200,000 اللي هو مش بس تشيل دعم عن السلعه بتعلى. مش هيك نحن سالنا سؤال شيلوا دعمكم عن المسؤولين بركي بيرخصوا. ما هي انت وصلت الشيء بدنا نحكيها. هو طرحنا فكره أنا. فاذا لا وفكره بمحلها يعني. نعم. عمليا طيب اي مواطن بده يروح على وظيفته اللي بعده بيتقاضى فيها الحد الادنى 675,000 اوكي بده يقدر يعبي بنزين تيروح على وظيفته اذا كانت بطرابلس اذا كانت دوبل ولا 600 خي مليون و200 حق 3 تنكات بنزين حق 3 تنكات بنزين. يعني تلقائيا الشعب عنده الحل الثاني اللي هو شو هو الحل الثاني ما بعرف شو كان عم يفكر، بس يا اما بده يقعد ببيته حكما. شو رايك بما قاله الرئيس نبيه بري اليوم وما قاله الرئيس العماد ميشيل عون امس بيقول الرئيس عون انه بعدنا ما بنيأس من انه نوصل لحل بوجود العقلاء، واعتقد انه انا يمكن ما بعرف ازعم انه احد العقلاء هو السيد حسن نصر الله اذا مش عم بغلط. واليوم الرئيس بري بيقول
يعني من الخطأ ذات يوم عندما كان الرئيس الحريري يهم بدخول البيت الأبيض وقالوا يعني طلعوا يعني اللي صار اللي صار وطلع بطل رئيس حكومي وجل من لا يخطئ وعم بيقول ليكون اعتذر الرئيس الحريري بكون خربت الدنيا بقى شوفوا شو بتكون تعملوا كيف تشوفه كيف بدنا نوصل لحل. أوكي أولا تشكيل الحكومة واجب وطني صار تضل البلد هيك بدون حكومة نعم من سابع المستحيلات كل الحلول اللي عم نطرحها بدك حكومة يعني بدك ترجع كان وزارة الصحة الطاقة شو ما كان بدك إطار تنفيذي بدك إطار التنفيذي الإطار التنفيذي كلف الرئيس الحريري إنه يشكل حكومة صار في أخذ ورد لأن المحاصصة عم تلعب دور هالمحاصصة هؤلاء اللي عم بيلعبوا بالمحاصصة هن عايشين مرتاحين مش شايفين الشعب شو عم بيصير فيه هن شايفين معقول مش شايفين هن مش شايف مش حاسين ما بدهم يشوفوا او ما بدهم يشوفوا او هن متكلين انه ما على يسمع فينا نقول انه مفكرين الشعب بعده مجمع مصاري ومرتاح مثل ما هن مرتاحين مش 50% ما معهم فرانك فينا عندهم اسبابهم يمكن شايفين مش بس انا اللي بعرف انه مش شايفين لو شايفين ما بيورطوا حالهم بمحاكم جنائيه دوليه ومحاكم وجرائم ضد الانسانيه نعم لأنه إذا كانوا ما بيعرفوا هيدا الاتجاه يعني إذا عندك بلبنان ما حدا قادر تحاسبه وين بك ترجع عندك رجعنا نقول أنه 20% عم بيشوفوهم بالمطاعم هني حواشي المسؤولين واللي معهم دولارات صحيح و80% صحيح. لا حول ولا بيشوفوا المطاعم إلا إذا حدا بعطله كل الشعب اللبناني عمه يعني. أو جده أو خيه من برا شي 100 دولار لا يقدر يعيش فيها ماشي وإذا بقى. بيحجز لك 100 دولار بالبنك لكون نعم. فراش ماني وما بعرف شو يعني إيه بس 50% ما عندهم ودائع ما عندهم ودائع يعني هلا عم بيقولوا أنه يرجعوا الودائع للناس بس في احصاء بيقول انه في 50% من الناس ما عندها ليره بالبنك هي ابره مورفين 400 دولار و400 لبناني وما بعرف شو ايه بس انا قصدي عم بيقولوا للي عندهم ودائع في 50% من الشعب ما عنده ليره ما عنده كيف بده يعيش هيدا ما هسه هل عم نواجهه هلا تشكيل الحكومه بنرجع لهون تشكيل الحكومه صارت ملزمه بانه تسوي الاوضاع طبية بنكون مصيبة مصيبة نص مصيبة إذا في حكومة بنقول يعني نص مصيبة أو ثلاثة أرباع المصيبة يعني فهيدي التشكيل الحكومي من الضرورة والسيد حسن حكي عن موضوع البترول عن موضوع البنزين إنه بدنا نجيب البنزين إيه لأنه طيب شو الحل الثاني؟ أنت عندك أبار نفط هون أبار النفط بعدهم لسه عم يتصارعوا هي لمين وهي لمين وهيدي كيف وأي نعم. شركة حسب ما بنعرف من زمان إنه تشكلت الهيئة اللبنانية للبترول بهونغ كونغ ب 1300 دولار رأس مال بشركاء وهميين وضلعت الضجة فيها يعني بعده الأبار عندك جامدة زيحة على جامد شو البديل عندك إذا أنتوا يا جماعة عم تعملوا حصار على الشعب اللبناني لتعملوا سياسة معينة في عنا عدة بدائل أهلا وسهلا بالبديل وليش عم بيقوموا لقيامة على هالشي لك نحن ما عم ناخد طرف بس إنه وقت اللي بيكون في شي حيوي للناس بشرعة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أنه عم تقتل عالم أنت عم صح. عم تحاصر الناس انجبت من هونولولو انجبت من الصين انجبت من 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 ألاسكا شو يعني بدي أسألك إذا في دواء واحد عنده كانسر وعم بيموت وفيش عنده إلا مرجع واحد ليجيب دواء يعيش ما بياخده لأنه سياسي بتقله هيك بده ياخده ما في مجال يا بياخده يا بس حتى من حلف السيد نصر الله يمكن كمان بيقولك ليش بدنا نجيب حتى في ناس حلفاء للسيد نصر الله يمكن عم يكون عندهم مكان عندهم مصالح بمكان ثاني يمكن ثاني هيدي شؤونهم طيب التجاريه هلا ليه ما عم بألفوا حكومه اول شيء ليش بنستعمل الاعراف وقت اللي بدنا وبنقول عن العادات مرات منيحه ومرات سيئه طيب ما في دستور صح. هلا اوكي ما في شيء منزل ولكن شو البديل هل نحن ستستعصي الامور الى حين انه يفرط النظام ونفتش على نظام جديد هلاك الأزمة بلبنان هي أزمة ثقة وقت الطائف إذا بتذكر وقت الطائف ما نعمل قالوا لك أنه في ضرب وقصف وكذا وكذا أوكي الطائف هلأ في أكتر هلأ القصف هو قصف الكلام البذيء اللي بيستعملوه المسؤولين السياسيين قبل بعضهم تاني شيء المعيشة يعني هذا مطرح هذا أخطر من القصف طيب. يعني معناتها في تغيير نظام لكن نظام الشعب هو مصدر السلطات والشعب هو اللي بيقرر مثل ما عم نحكي في ناس قاعده ببيوتها بعدها ما عم تتحرك وتنزل على الشارع نعم. ونزلت الشارع مش لاحمل يافطات وقول لهم انه بدكم تعملوا هيك لانه كلمه بدكم ما بتطير الدولية
طيب بس ما الأحزاب عندهم جمهورهم. يعني إذا رحت مثلا على مقر سلطوي كبير تتشيل هل الموجود فيه من وتزدته برا، ما فيك، لأنه في كل حدا عنده جمهوره. عندهم جمهورهم، بس قد ايه النسبة؟ لحظة التحرك اللي صار قد ايه كان العدد؟ لأنه دعوة. لك أنا فهمت أنه وقت اللي ما نزلوا الأحزاب هلأ مثلا تيار المستقبل أو تيار الحر أو الأمل أو حزب الله، قال بيقولوا انه هن قدروا لجموا الامور امتصوها حتى ما يصير في حرب اهليه. هيك بيقولوا. ما في انه ما تصير حرب طائفيه مذهبيه. شو بدنا نسال؟ ليش خلي مين معه؟ نحن خايفوا انه يصير في مشكل ما عم بيصير مشاكل، ما عم بتنزل الشباب عم بتطالب بحقها بالحياه، عم بينزلوا بياكلوا قتله وبينزلوا بيعملوا. نحن عم نحكي هون بصراحه عم نقول شو اللي صاير يعني. ايه مش انه عم ناخذ طرف مع الحقيقه حاجة. الحقيقه بتنقال. الاحزاب كل حزب له مبادئ رائعه بس ما عم بتطبق على أرض الواقع، ما عم يتطبقوا. طيب. بيتحملوا مسؤولية المجاعة والموت المفبرك للشعب وللناس كرمال إذا أنا بدي فوت حدا على المستشفى بدي 600 واسطة ويمكن يستقبلوا يمكن لا. طيب. والواسطة شو من الزعيم بيقول لك آخر شيء بدي صوت له لا لأنه فوت لي إكس على مستشفى. يعني هايدي بيتحملوا هني مسؤولية أو بيعملوا تعهد. بيعملوا تعهد الأحزاب لما بينزلوا هالمسؤولين أو الوزير اللي بده يمثل هذا الحزب يعمل تعهد عند كاتب العدل الخطي بأن يحق للشعب اللبناني مقاضاته أمام المحاكم الوطنية والدولية بحال خلع عن المتطلبات الشعب 1-2-3 إذا بده نحلوا مشكلة يتفضلوا يعملوا هذا التعهد ويسجل بالأمم المتحدة أنه هاي الحكومة عم بتعهد على حالها أنه هي بدها تتحكم جزائيا بحال خلت. إذا هذه اللغة وهذا المنطق يعني مش انت عطلته، هو تعطل ولغة الدستور تعطلت ولغة الأعراف تفرملت. نحن من هلأ لمثلا سنة ونص شو ممكن يصير؟ شريعة غاب يعني صارنا إذا فيش عم يطبق دستور وقوانين بالجوارير وما في شيء يعني عشو عايشين. في بعد نقطة الانتخابات، انتخابات الشعب إذا ما هو يعطيك العافية إذا المشايف اللي عم يصير فيه بده يرجع تصير انتخابات نيابية؟ مبدئيا ايه مفروض تصير. هلا الخارج عم يضغط وبدأ كل ما يجي حدا لو ما خص الموضوع بهذا اساسا. انا شخصيا نعم انا قلتها من اول الانتخابات وانا كنت مرشح بالانتخابات الماضية بمنطقة علي. نعم اللي انا قلت لهم هذه الانتخابات غير شرعية ولا دستورية. ليه؟ لأنه انت لما بدك تنتخب بدك تقول كل الشعب اللبناني ينتخب، يعني الموجود بهونالولو موجود بأمريكا وموجود بالصين وبإفريقيا بده ينتخب إن شاء الله يكون وين ما كان. مش بحرم منطقة لأعطي منطقة لأنه فيها لبنان صغير. يعني لبنان صغير أنه أنا إذا مواطن موجود بشمال الكرة الأرضية يتعذر عليه الوصول مش قادر ينتخب إذا أنا بدي انتخب وهيدا بده ينتخب إذا غير شرعية. أنا بدي انتخب ومنعت ما قدرت انتخب بكفي واحد ما ينتخب مثلا لأنه هيدا دستوريا لك حق الانتخاب والموضوع هي حتى القانون الانتخابي غير دستوري لأنه طيب. بس أنه هلأ في هيدا يعملوا قانون جديد مش هيعملوا قانون ما رح يعملوا بلا تنزل على ذات لأنه ما بلحقوا يعملوا قانون جديد اللي هو دائرة واحدة بعيدة عن حيالله قانون غيره ما بيزن هو الأنسب لا. لاي أنا بدي نائب بالشمال بديش صوت لنائب بالجبل لا بدي اعطي انا بدي مضطر اني صوت بالجبل لا نفترض على هالقانون مثلا على هذا القانون مفروض الشعب حتى على هذا القانون يصبوا على القوى التغييريه. طيب بس القوى التغييريه عليها مسؤوليه انها تعمل لوائح موحده لانه اليوم وقت يكون في عندك قوه الاحزاب وقوه مناصرينهم بدك كمان لائحه وحده تكون اهل ثقه لحتى اذا واحد متردد او واحد مش مع حدا يروح ينتخبهم. يعني لك في مجموعات عم بتصير نحن قوى ائتلاف الثورة وعم نجتمع فيها وعم نشوف نحن الاستراتيجية أو الحل اللي بدنا تنحط إن كان كحكومة أو إن كان كانتخابات نيابية. في قوى من الثورة على الأرض فاعلة عم نجتمع لنقدر نحط حل. نعم. بس بتلاقي في مجموعات تانية كمان محركة بمكان ما محركة إيه ما بدنا نخول حدا مش عم نخول إيه حدا حتى تعمل إيه بطريقة عملية احتيالية. وأنا صبت بالانتخابات أنه صار في عندك أربع لوائح لمجتمع أنت لما كتكون وانسحبت تما يكون في لائحة زايدة لأنه أنا ما بهمني أنا وصول الهدف. مرة طرحت على وزير الداخلية زياد بارود قلت له المقعد 129 يكون اسمه مقعد الورقة الناصعة أو الورقة البيضاء يعني أنه كمان هلأ مثلا الثورة تعمل الورقة الناصعة أو اللائحة الناصعة أو لا
احدى الحلول. عفوا يعني الناس عم نقول هذيك ملوثة، بس نحن عمنا البيضاء هي السلام. نعم. المسالمين يعني يعني. على كل حال برأيك ممكن تصير الانتخابات بآخر الحلقة؟ أنا أعتقد عم بتحضر له وعم ينشغل حتى على شباب الثورة أو المستقلين، عم بيجهزوا تحالف كتير قوي ليقدروا يخوضوا الانتخابات. بغض النظر بنخرق ما بنخرق، بس واجبك الإنساني والوطني بدك تعمله لآخر الحدود. طيب برأيك معلش لو حكينا طوائفيا مش طائفيا بمكونات لبنان، ليش دايما بيكون الحيوية أو الحركية بتكون بالمناطق ذات العمق المسيحي أكثر منها بذات العمق مثلا السني أو الشيعي؟ الدرزي ما بعرف شو راح يصير، بس ولكن عم نحكي عمليا عادة اللي بحس حاله من الأقليات بحف بتمسك بحقوقه أكثر بوجوده. طب ما كلهم أقليات بلبنان؟ لا، في ناس، بس عند المسيحية دائما بيكون في حركية، بيكون في حركة أكثر. لأنه في أنت عندك الدولة الوحيدة اللي هي حكمة مسيحي، رئيس الجمهورية، وفي نفس حرية ونوع من الديمقراطية هو الموجود بالدستور. إن شاء الله بمثلوها بهيدي النقطة، بس الدولة العميقة بقى بنخلص منها. نتمنى أنه نوصل لحلول، ونحن على هيدا السعي، نتمنى نوصل رسالة هيدي، لأنه الأدوية هلأ موضوع كتير مهم، موضوع جريمة فعلا، وصل على والأسيرانسات كمان بطلوا، وموضوع الأسيرانسات لحدا عنده أسيرانس إذا يعني. في لأنه بقى صاروا أخذوا منك المصاري، صاروا يخي ربحوا على 40 سنة، طب على سنة يتحملوا العالم، تركوك هذا مش استغلال كمان جريمة يعني. جريمة ما في سنة. ما في بحركة الشعوب أو الأوطان أنه تضحية من هودي الكبار شي مرة؟ ما هل هالسؤال بدنا نضغط سنة العالم. إذا بيفهموا يشتغلوا صح وما بدهم يوصلوا الحل الأبعد اللي هو الثوري، إن شاء الله ما نوصله، لأنه الحل هو المحكمة الجنائية الدولية. نعم. إنسان انتهكت كرامته، القضاء اللبناني مش قادر يعمل له شيء، بده يلجأ لأي دولة تانية. في محكمة أقوى هي الضمير، عيب يعني كلمة عيب على يعني ما عم نجلدهم لشركات الأسيرانسات وهيك، ولكن على القليل يتذكروا أنه في ضمير وفي كلمة عيب. مرة سئلت إحدى النشطات السياسية، قالوا لها أنت مين داعمك يعني حتى هلا عم تتحدي مثلا الحكم وتتحدي ما بعرف شو؟ قالت له بتعرف شو أقوى دولة؟ قال لها نعم للمحاور. قالت له أقوى دولة هي الضمير. مظبوط. وهي تريسي شامون قالتها. على كل حال نحن مش عم ناخد طرف، بس عم نحكي صحيح. عم نحكي حقيقة. دكتور خضر الحلبي، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان، واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام نشكركم والى اللقاء.